يا معلم. بص الكره العرضيه تتلعب. برافو يا ولد لهشام صلاح، عرضيه فيها خطوره و... هشام ظبط هشام، وادي العرضية. هل تشوف راسية؟ ادي عبد الغني يقدر ولا من خالد. يرجع تاني هشام صلاح، عرضية خطيرة جدا جوه المنطقة. ادي كرة هشام صلاح جوه المنطقة، يصلح تاني، انطلاقه من هشام صلاح يلحقها والله هشام، وعرضيه خطيره جدا. مش فتح له هشام، استلم، ودي عرضية حلوة. هنا العرضية فيها خطورة ورأسية، استلمها المرة دي ولكن هشام صلاح قبل ما يسيطر عليها وقبل ما يتلايم عليها فخر الدين بن يوسف هو اللي كان طلع الكرة في اللقطة الماضية. عايز يعدي لكن 10/10 قافل بشكل مميز جدا جدا هشام صلاح. يعكسها جميلة لهشام صلاح برجله اليمين، هشام يعدي يفتح الزاوية يلعبها عالية. هشام في مكان خطير، محاولة مرور لكن هشام ما يترقص. للاتحاد هشام صلاح لاعب الاتصالات سابقا وكان معار ايضا للرجاء وعاد من جديد للاتحاد. لكن هشام رائع. هشام صلاح يقطع
شادي في مواجهة هشام، حط رجله هشام، رفض مرور شادي، بيلعب كرة أمامية، هشام خلصها حلو المرة دي، في اليمين هشام صلاح، عرضية حلوة ورا